الأئمة الأطهار عليهم السلام هم أفضل من يقود هذه الأرض كما كان الأنبياء من قبل، ولكن حتى يبقى الفاسد محافظا على مكانه هو بحاجة إلى إعلام هدفه قلب الحقائق. ولولا إرادة الله في حفظ الأرض لظل فرعون ومن سار بنهجه يحكمون لفترات طويلة. لذلك كان هناك تحرك من الإمام الحسين أدى إلى قيام ثورة وسقوط شهداء، ثم تحولت هذه الثورة إلى حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبداً.